الآن استوديو الحدث. طابت أوقاتكم بالخير كل مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من استوديو الحدث عبر ساعتين متصلتين توقيتا ومنفصلتين من حيث نقاش موضوعاتهما. نبدأها بالعناوين. انهيار الآمال بهدنة قبل رمضان في غزة والمساعدات تبحث عن طريق لا تعرفه الطائرات. أول صور للسفينة التي قتل الحوثي ثلاثة من طاقمها وتسجيل حصري لقبطان الغارقة روبيمار. إعلام اللبناني يكشف أن المبعوث الأمريكي تراجع عن شروط انسحاب حزب الله مقابل تحقيق وقف للنار. بعد الفيضانات ولغز المياه الجوفية، تشققات أرضية غامضة في ليبيا وحكومة الدبيبة تفتح تحقيقا. فيديو صادم يهز بريطانيا لشرطية تسحل متشردا من أصول سودانية وتدوس عليه في شوارع مانشستر. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على النصيرات ودير البلح في وسط غزة إلى 35، وأضافت المصادر أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين بين الأنقاض والركام. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 30,717 قتيلا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 72,156. وفي سياق انسحبت القوات الإسرائيلية من وسط خان يونس للمرة الأولى منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في الأثناء رصدت عدسات الكاميرات دمارا هائلا أخفى ملامح المنطقة التجارية وسط مدينة خان يونس في قطاع غزة بعد 5 أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر. ومحت موجات القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية ومعارك قواتها البرية مع فصائل فلسطينية مسلحة في المحافظة التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن معبر رفح، محت معالم المباني في وسط المدينة التي يسكنها قبل الحرب قرابة 400,000 شخص، وهي ثاني أكبر مدن القطاع بعد مدينة غزة. كأنه زلزال، هكذا وصف عائدون لبيوتهم في خان يونس الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي. دمار شامل، زلزال لكل قطاع غزة من الشمال للجنوب. لا في مسكن ولا في حياة ولا في حياة آدميين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. دمار زي ما أنت شايف. أنا كل هيتهم هذولا كلهم آمنين كانوا. فجأة كأنه زلزال صاير، فيش أنا لا مقاومة ولا غير، هيك شايف كلها بيوت ناس عاديين ومتواضعين. هذا صعب جدا، يعني لقينا احنا في ربع لقينا حاجة ناكلها، لكن اخواننا
اللي في الشمال ماتوا من الجوع، مجاعة عندهم. الله يعينهم على الناس كلها، الكل محتاج، لكن هم طبعا في الشمال معدومين خالص عدم. وللوقوف على آخر التحديثات الميدانية من رفح تحديدا جنوب قطاع غزة، أرحب بمراسل الحدث الزميل أحمد حرب. أحمد، إليك النصيرات ودير البلح. اليوم كانت هنالك أيضا مآسي، 35 قتيلا ربما حتى الآن، إن كانت الأرقام حتى الآن دقيقة، وأيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس كشف عن الصورة الغائبة وحجم هذا الدمار الكبير. أترك لك رسم هذه الصورة بالصوت. نعم سعد، المناطق الوسطى كما ذكرت، النصيرات ودير البلح والمغازي والبريج، هذه المخيمات تعرضت إلى قصف سواء كان من المدفعية الإسرائيلية، من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت سلسلة من الغارات على مخيم البريج وأيضا على مخيم النصيرات ودير البلح. أسفرت حتى اللحظة حسب المصادر الطبية في مشفى شهداء الأقصى وسط القطاع أكثر من 45 ضحية، هناك 90 إصابة وصلت إلى المشفى، والطواقم الطبية تتعامل مع هذه الإصابات، وهذا يعكس حدة وكثافة النيران والغارات الإسرائيلية على هذه المخيمات. التركيز ربما كان في النصيرات ودير البلح، هناك قصف لمنازل من الطائرات الحربية المدفعية الإسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات في منطقة المغراقة بشكل مكثف، وبالتالي حدة الاستهدافات مرتفعة، وأيضا حدة الاشتباكات في هذه الأثناء ساعات تدور اشتباكات عنيفة حسب ما علمنا من المصادر في منطقة جحر الديق في شرق المحافظة الوسطى، وبالتالي لازالت أيضا الاشتباكات متواصلة ومستمرة. جديدة هذه الاشتباكات أحمد في جحر الديق، جديدة انتقلت إليها المعارك؟ نعم، لأن الجيش ربما بالتزامن يعلن، الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضحايا ورقيب أول وسقوط عدد من الجرحى 13 على ما أعتقد. هل في هذه المعارك نتوقع إذن؟ نعم، هذا الإعلان عن إصابة الجنود ومقتل عدد منهم في مدينة خان يونس حسب ما أعلنت بعض الفصائل الفلسطينية هنا في قطاع غزة عن اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس. ولكن منطقة جحر الديك هذه في المحافظة الوسطى هي منطقة توغل وتمركز للجيش الإسرائيلي، وطبيعة الحال يكون بها اشتباكات بين وقت وآخر. مدينة خان يونس بالفعل تكشف حجم الدمار والخراب في المنازل وفي المناطق الحيوية والبنى التحتية بفعل التوغل الذي كان في بعض المناطق في مدينة خان يونس، خاصة في منطقة الوسط وفي محيط مجمع ناصر الطبي. نعم، حجم الدمار كبير، تدمير كبير لمربعات سكنية، تفجير لمربعات سكنية خاصة في حي الأمل، وبالتالي لازالت العمليات مستمرة في مدينة خان يونس. الآن هناك تركيز كبير. أحمد، قبل أن نغادر يعني الحديث عن خان يونس وهذه الصور طبعا التي وضحت أنها سويت بالركام تماما كل المربعات، يعني الانسحاب هل فهم؟ هل انتهى الجيش الإسرائيلي من مهمته في خان يونس؟ بطبيعة الحال لا، الانسحاب هو انسحاب تكتيكي من بعض المناطق التي دخلها ودمرها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هو ينتقل الآن إلى مناطق جديدة كمدينة حمد السكنية، يفعل كما فعل بها في بقية المناطق الأخرى. الآن هناك عمليات تجريف، تدمير لمنازل، تفجير لمربعات سكنية، ومدينة حمد هي عبارة عن أبراج سكنية، ومن المتوقع سعد أن يكون هناك تفجير لهذه الأبراج والعمارات السكنية خلال الأيام القادمة كما فعل في مدن سكنية في مدينة غزة وفي المناطق التي يتوغل بها. وبالتالي الجيش الإسرائيلي مستمر منذ شهرين في مدينة خان يونس، يحكم السيطرة عليها من كافة الجهات، وبالتالي الانسحاب يكون انسحاب من بعض المناطق والتمركز والتوغل في مناطق أخرى. من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل أحمد حرب، شكرا على كل هذه الإفادات والمعلومات والتفاصيل. صحيفة نيويورك تايمز أفادت أن توقف المفاوض بين حماس وإسرائيل حول صفقة تبادل رهائن قلص من آمال وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. ونقلت الصحيفة عن مطلعين على المحادثات قولهم إن نقطة الخلاف الرئيسة في المفاوضات تراوح مكانها لأسابيع. وذكرت الصحيفة أن حماس أرادت أن تلتزم إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار سواء الآن أو بعد 3 مراحل من تبادل الرهائن. في المقابل رفضت إسرائيل مطلب حماس مفضلة التركيز على مفاوضات تبادل الرهائن. في سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي
أنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة. الوزير الصيني قال إن بكين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح داعيا إلى إطلاق جميع الرهائن. كما دعا وانغ يي الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن وإلى عقد مؤتمر السلام أوسع وأكثر موثوقية. وأكد وزير الخارجية الصيني دعم بكين لعضوية كاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. لا توجد أسباب يمكن أن تبرر استمرار الصراع ولا توجد أعذار يمكن أن تبرر قتل المدنيين. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وضمان حصول النساء والأطفال على الحماية. أيضا يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين. الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. الأمم المتحدة تختبر اليوم كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع. وقال جيمي ماكغولديرك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة. وأوضح أن استخدام هذا الطريق يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع. وأضاف أن إسرائيل أدركت بوضوح مدى صعوبة تقديم المساعدة خاصة بعد مجزرة الطحين التي حدثت الأسبوع الماضي. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن تبحر من قبرص الأيام المقبلة حزمة مساعدات إنسانية إلى غزة. وأضاف المصدر للوكالة أن التنسيق جار مع الإمارات بشأن إرسال المساعدات الأحد المقبل أي قبل بداية شهر رمضان. في السياق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر لأول مرة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الإمارات ستمول شحنات المساعدات التي سيتم إرسالها من الدولة الخليجية إلى قبرص ومن ثم إلى قطاع غزة. لنقاش من رام الله ينضم إلي مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح السيد عبد الفتاح دولة. مرحبا بك سيد عبد الفتاح. بعد ارتفاع الآمال ها هي تهبط بغتة لا أمل قريب لهدنة، واقع مأساوي جدا على الأرض. وبالتالي أولا أخي سعد المشاهدين الكرام، نعم كانت الأمور لربما تشير أننا لن نكون أمام هدنة في ظل هذا الموقف الذي يعبر عنه نتنياهو. وكان من الواضح أن نتنياهو لا يريد من هذا الاتفاق سوى تحرير أسراه لدى المقاومة بثمن بخس وأن يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني. وكان من الواضح أيضا أن الضغوطات الأمريكية تتجه صوب الضغط على الطرف الفلسطيني وليس على نتنياهو الذي يعيق الوصول إلى أي اتفاق. وكان نتنياهو يحاول أن يدفع بالأمور باتجاه أن ترفض حماس هذا الاتفاق حتى لا يظهر أن نتنياهو هو من رفض ذلك، وهذا يكسبه دعم الإدارة الأمريكية ويقول هنا أتوقف معك أستاذ عبد الفتاح، وربما سؤال مرتبط، هل تشاطرون حماس هذا التمسك بالمطلب وبالشرط إيقاف إطلاق النار الدائم والإعلان أولا عن ذلك ومن ثم الحديث عن إطلاق الأسرى، أم لا ينبغي أن تكون هنالك منطقة وسط إسكاتا لهذه البطون الخاوية التي تصرخ عند كل صباح للأطفال لهذا الواقع؟ هناك حالة إجماع فلسطيني على أن الأولوية اليوم هي لوقف هذا العدوان فورا عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك في الضفة، السماح بإدخال كل ما يلزم قطاع غزة
من معاناة إنسانية، إنهاء مظاهر الاحتلال للقطاع، ومن ثم البدء بإعادة الحياة والإعمار إلى قطاع غزة. لكن الأساليب والأدوات بالنسبة لنا ربما تختلف. نحن لسنا مع أن يكون هناك أي شكل من أشكال المفاوضات التي تجزئ القضايا الفلسطينية، والتي يسعى الاحتلال دائما إلى تجزئتها ويفصل غزة عن الضفة وعن الحل الشامل الفلسطيني. وكنا نرغب دائما أن يكون هذا الحل ضمن هذا التوافق والموقف العربي الموحد والثابت، والذي يسعى بكل جهد لوقف العدوان وفتح مسار سياسي شامل يضمن أن غزة جزءا لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وأن الحل يجب أن يكون شاملا. ولذلك يجب أن ننتبه دائما فلسطينيا أن نتعامل بحرص وعلى هذه الأرضية الثابتة، وألا نقع في فخ التجزئة، على اعتبار أن نتنياهو كما قلت لم يكن يريد من هذا الاتفاق إلا أسراه ومن ثم المضي في عدوانه على الشعب الفلسطيني. وحماس ربما تتضرر مكانتها إن قبلت الآن بصفقة يعني ليست كبيرة، على اعتبار أن حجم الضرر الفلسطيني اليوم كبير جدا، وصفقة التبادل يعني حسب معلوماتك ما الذي أرجعنا إلى هذه النقطة، نقطة الصفر للبداية؟ مفاوضات مكوكية في الدوحة في قطر، شهدنا باريس وتوقيع والتوصل إلى مسودة أولية، وتراجعنا إلى النقطة الأولى، الأسرى مقابل وقف دائم لإطلاق النار. بحسب معلوماتك أو قراءتك، ما الذي أعادنا إلى هذا المشهد؟ أعادنا لهذا المشهد أن حجم الدمار والشهداء لم يعد بالقدر الذي كان في الشهر الأول من العدوان، والذي كان بالإمكان التفاوض على صفقة تبادل أسرى كبيرة ووازنة من شأنها أن تغطي على حجم كل ما تعرض له شعبنا الفلسطيني من ويلات. اليوم حجم الفاجعة أكبر، ولا يمكن أن تكون الأولوية مع أهميتها هي صفقة التبادل، رغم أهمية صفقة التبادل، على اعتبار أن الأولوية اليوم إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة ووقف هذه الجريمة المتواصلة. ثم أن من المهم بمكان أن ندرك أنه من المشكلة أن يكون المفاوض الفلسطيني طرفا ليس موجودا على طاولة المفاوضات، ثم أن يكون المفاوض الفلسطيني طرفا ليس سياسيا يمثل الحالة الفلسطينية الشاملة والجامعة التي تفرض على كل الأطراف على كل من يتعامل معه. ماذا تقصد إن أردنا الإيضاح؟ يعني المفاوض في موضوع الأسرى تقصد؟ المفاوض في موضوع الأسرى يا حماس ليست على طاولة المفاوضات، وإنما عبر وسطاء. ثم أن المفاوض ليس جسما فلسطينيا رسميا شرعيا يمثل الحالة الوطنية الجامعة، ولكنه سلطة الأمر الواقع فيما يجري في غزة. أستاذ عبد الفتاح، أليس كذلك؟ مرة أخرى أخي سعيد، لكنها هي سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة الذي تدور حوله عملية التفاوض، ولذلك يعني التفاوض يتم مع حركة حماس عبر الوسطاء. نحن نطلع على ما يجري من خلال أشقائنا في قطر ومن خلال أشقائنا في مصر، لكن أنا أقول أن أرضية المفاوضات إن لم تكن ثابتة سيكون هناك خللا كبيرا، وسيحاول الاحتلال دائما فرض شروطه على الطرف الفلسطيني إن شعر أنه ضعيف. اليوم نتنياهو يشعر أنه يضغط على حركة حماس ويضغط على المقاومة ويضغط على غزة بالقدر الذي يدفعها للقبول بشروط غير كافية، وأهمها عدم وقف العدوان عن شعبنا وعدم إغاثة شعبنا وعدم الانسحاب من القطاع وعدم إعادة النازحين إلى أماكنهم وبيوتهم ومناطقهم. وبالتالي أقول لذلك حماس لربما لا يمكن لها أن تقبل صفقة ستشكل لها نعم. وبالتالي ما هو السيناريو المتوقع أستاذ عبد الفتاح؟ أن يمضي العالم على رأسه واشنطن والدول الكبرى لإرضاء ضميرهم كما يقول البعض بإسقاط هذه المساعدات أو إدخالها أو اقتراح طريق بري عسكري إسرائيلي، أم تتخذ واشنطن مجلس الأمن هذه المرة لفرض هذه الحلول فيما تود أن تطرحه لقرار يوقف إطلاق النار، ولكنه في المقابل يلزم أيضا بإطلاق جميع سراح الأسرى؟ المجدي هو فرض اتفاق شامل على الاحتلال أولا، لأن الإدارة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على نتنياهو. حديثا بدأ الخطاب الأمريكي يتبدل قليلا، لكن ليس في إطار الضغط. ولذلك يجب نعم أن يكون هناك موقفا وضغطا وإرادة دولية باتجاه إنهاء ووقف العدوان والتوجه لفتح مسار سياسي عفوا حقيقي يفضي إلى حل كل القضايا وصولا إلى دولة فلسطينية. حل المساعدات من الواضح يعني أن الاحتلال أمام الضغط الدولي الكبير اختار أن يتهاون في قضية إدخال المساعدات على أن يستمر
في عدوانه على قطاع غزة، ومن الواضح أنه يسعى إلى أن لا يفتح المعابر وتحديدا مفتح معبر رفح، ويريد أن يتعاطى مع أي طريقة لإدخال المساعدات على أن لا يكون المعبر لا رفح ولا المعابر الأخرى. وهذا يدلل على أن مخطط السيطرة الكاملة على القطاع بما فيها معبر رفح ربما لا زالت قائمة، وأن تهاون في إدخال المساعدات. نعم أستاذ عبد الفتاح. من رام الله مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح الأستاذ عبد الفتاح دولة، أشكر لك حضورك وكل ما تفضلت به من إفادات وإجابات. وفي استوديو الحدث أيضا بعد فاصل قصير، المبعوث الأممي يدعو البرلمان الليبي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي للانتخابات. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهريا. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. أهلا بكم من جديد إلى ليبيا، حيث حث مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتي للبرلمان الليبي على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي لانتخابات في البلاد. وفي تغريدة لها على حسابه على منصة إكس قال باتي إنه تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية مع رئيس البرلمان عقيل صالح، مجددا دعوته إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا ووصولها إلى استقرار وسلام مستدامين. من جهته جدد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح تأكيده على ثقته في الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد لإجراء الانتخابات وتحقيق آمال الشعب الليبي. شدد صالح خلال لقائه نائب رئيس الحكومة على المنطقة الشرقية علي القطراني على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء. ليبيا أيضا استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي كل من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي بتنت. ذكر بيان للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء تمحور حول بعض الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والسبل الكفيلة للخروج من حالة الانسداد السياسي والمضي قدما نحو الانتخابات، مضيفا أن المنيفي أكد مواصلة العمل مع البعثة الأممية في ليبيا للوصول إلى تسوية
سياسية حقيقية. بدوره أعرب المبعوث الأمريكي عن تطلعه لإعادة إحياء اللجنة المالية العليا لتلعب دورا أكبر خلال الفترة المقبلة كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق. إذن المشاهدين، لا تزال مخرجات اجتماع تونس غامضة المصير. فقبل أسبوع بين نواب وأعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبية تظل هذه المخرجات مجهولة، كما هو حال هذا البلد الباحث عن مخرج لأزمته. فعلى الرغم من ترحيب بعض القوى السياسية بنتائج الاجتماع، إلا أنه من المتوقع أن تطرح مخرجاته للنقاش والتصويت قريبا تحت قبة البرلمان بغية إقراره. صحيفة الشرق الأوسط ونقلا عن أحد المشاركين أفادت بتوقيع 79 برلمانيا و51 من مجلس الدولة على محضر اجتماع تونس، لكن بعض المراقبين يرون أن هناك شكوكا حول إمكانية اعتماد المجلسين لهذه النتائج، لافتين إلى عدم صدور أي تعليق من قبل رئيسي النواب والأعلى للدولة حول اجتماع تونس أو حتى مخرجاته. ولكي تكون المخرجات ملزمة يجب أن تكون صادرة عن اجتماعات رسمية بحضور رئيس كل مجلس أو على الأقل نائبه، كما أن العدد الذي شارك في الاجتماع التشاوري لا يمثل أغلبية في أي من المجلسين. هذا وكان المجتمعون قد اتفقوا على 8 نقاط، أبرزها تشكيل حكومة موحدة جديدة تعمل على الإعداد للانتخابات. بالمقابل يبدو أن هناك لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تعمل هي الأخرى على عقد اجتماع ثاني يستهدف ضم عدد أكبر من الأعضاء. في سياق ذلك، ناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع الدبيبة أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، فيما أشارت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لأن الدبيبة جدد للمبعوث الأمريكي موافقته على مبادرة البعثة الأممية بشأن عقد حوار بين القوى الرئيسة في ليبيا. من بنغازي للنقاش ينضم إلى الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنا من ترابلز، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية الأستاذ السنوسي إسماعيل. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ السنوسي، هل نحن نتحدث في اجتماع تونس عن إشكالية عدد أرقام المشاركين ومدى تمثيلهم أم لا؟ نتحدث عن غطاء أيا كانوا، إن كان العدد مضاعف ما يمكن أن تحمله من سيادة وحضور ما تناقشوا فيه واتفقوا عليه. تحية لكم طيبة ولضيفك ولكل السادة المشاهدين. في اعتقادي بأن هذا الاجتماع في تونس الذي طبعا أوقفته لنقل الحكومة التونسية هو تمخض عنه يعني مخرجات ليس بالضرورة أن تكون قانونية وتعتمد على لوائح المجلسين، لأن طبعا هذا الاجتماع يريد فقط أن يوصل رسالة التأكيد على يعني القول الانتخابية وعلى توافق غالبية، يعني هي إظهار لكتلة التوافق الموجودة في المجلسين، يعني مجلسي النواب والدولة، بحيث يكون هناك رسالة سياسية واضحة وتم توجيه بالفعل هذه الرسالة إلى بعثة الأمم المتحدة التي ردت بشكل. وببساطة هنا ما الداعي في الذهاب إلى تونس إن كانت هذه الحالة التوافقية في المجلسين حاضرة؟ لما لا يتم من داخل المجلسين يعني تأكيد ذلك؟ يعني تقرأ وكأن حالة انشقاق، نعم، أو طريق ثالث من المجلسين، يعني مجلس النواب ومجلس الدولة اقتراح لطريق ثالث، هل سيجد حظا؟ نعم، هو الإشكالية في أن هناك الآن حالة جمود سياسية وانسداد سياسي شبه يعني أطبق على الحالة العامة في البلاد، ولم يتم الذهاب إلى تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة وإلى آخره. فلذلك هذا الاجتماع أراد منظموه أن يكسروا الجمود الحاصل في العملية السياسية، لكن طبعا الحكومة التونسية كان لها رأي آخر، وأيضا البعثة الأممية أرسلت رسالة ربما
أرادت أن تقول من خلال هذه الرسالة أنكم مجلس نواب الدولة لستم الوحيدون في ليبيا، هناك أطراف أخرى، وهذه طبعا لعبة البعثة التي تحاول دائما أن تتحكم في العملية السياسية الليبية، تدعي البعثة أنها أن العملية السياسية، هل تقصد أنه تحت غطاء أو بتعبير أدق ولكن الواقع تحت حالة من التماهي من قبل البعثة مع هذا الاجتماع سيد سنوسي، على عكس ما نعم كان متصورا أنها ضده أو لم ترحب به أو تعتبره خارج أطورها أو خارج مبادرتها؟ يعني هو شكليا رحبت به ولكنها ألقت بملاحظات على أنكم لستم الوحيدون وأن هناك طرف أخرى وأنه لا يعني يجب أن يكون هناك، يعني هو يصر باتيلي لازال على الطاولة التي يدعو إليها طاولة الحوار، وهي في نظري أنها يعني محاولة من البعثة لكي تسيطر على نعم العملية السياسية الليبية. ربما هذا يتم بدفع من بعض دول مجلس الأمن، خاصة أن البعثة حينما لوحظ أن فيها ضعف الولايات المتحدة دفعت ب المستشارة السياسية الجديدة السيدة ستيفاني خوري، والتي عينها الأمين العام لكي تكون مستشارة سياسية يعني بدل السيد زينينجا، وهذه لا يزال إلى الآن لم يرشح شيء من السيدة ستيفاني المعينة حديثا، ولذلك أعتقد بأن البعثة تحاول ربما أن تكسب الوقت من أجل أن تزيد من زخم محاولتها لقيادة العملية السياسية في ليبيا والإشراف عليها بشكل ربما يكون مؤثر بدلا من هذا الضعف الشديد الذي ظهر في عمل البعثة خلال السنة الفارضة. دكتور يوسف الفارسي ضيفي من بنغازي، هل تتفق مع التشخيص الذي قدمه الأستاذ السنوسي أن الأمر فيه تماهي بشكل أو آخر من البعثة، أرادت أن تقول للمجلسين يمكن تجاوزكم أم لا؟ لديك قراءة وتشخيص آخر لهذا الاجتماع ومدى فرصة مخرجاته أن تجد طريقها للاعتراف فلنقل دعيك من التنفيذ؟ نعم، صباح النور أستاذ، صباح النور، حياك ولديك كريم والسيدة المشتري الكرام. طبعا أنا أتفق مع أستاذ السنوسي في بعض النقاط اللي هي مهمة، وهي لأن البعثة تريد أن يعني تتحكم في المسألة بشكل كامل، ولكن حتى يعني المجلسين في نفس الوقت هم لما عقدوا الاجتماع في تونس كان ليس العدد الكافي لعقد هذا الاجتماع، هناك انقسام داخل وهناك أطراف لم تحضر حق الاجتماع من قبل من أعضاء الدولة، وبالتالي هذا الاجتماع غير كامل، وهذا ما وجعل بموافقة المجلسين، أي بمعنى بموافقة الجسم التنفيذي أم لا، هي لأشخاص من المجلسين؟ لا، هي واضحة الأمر بأشخاص من المجلسين. نعم، أن الأستاذ عقيلة صالح والسيد محمد تكالة كان عندهم علم بهذا الأمر، ولكن الأعضاء المجلس النواب والدولة في مجموعة لا بأس بها ليست حاضرة في هذا الاجتماع، هذا دليل بأن هناك انقسام، ولما يحدث الاجتماع هذا خارج ليبيا معناه هناك يعني مشكلة يعني تعيق عمل المجلسين أو عقد أي لقاءات داخل ليبيا، وهذا أمر حقيقة خطير جدا، لأن لو كان هناك توافق بين المجلسين على هذا الأمر لكان اجتماع داخل ليبيا نفس السابق يعني، ولكن هناك إشكالية كبيرة تكمن في بعض الأطراف من الأعضاء لا تريد المشاركة في الاجتماع لأن هي غير راضية على الاجتماع، وهذا الاجتماع هو هدفه. نعم، هدفه، لكن لا يخلل ذلك يعني قانونيا من حيث القوانين المنظمة لعمل المجلسين، لا يخلف إشكالية يعني في اعتماد أي مقررات؟ نعم، هو يخلف إشكالية بالطبع، ولكن داخلية هو داخل كل مجلس إن كان هنالك بعض النقاط الاعتراضية أو التصحيح. نعم نعم نعم، هي الاجتماعات مخالفة لما تعقد خارج البلد وفق القوانين المنظمة لعمل المجلسين هي مخالفة بالطبع، ولكن اليوم نحن في ظروف استثنائية، وهم يحاولوا يتحججون بأن هنا داخل ليبيا هناك إشكاليات تواجه هذه الأطراف، وبالتالي محاولة الخروج إلى خارج ليبيا من أجل حل هذه المشكلة. ولكن السيد باتيل والبعثة الأممية هذا تكلمنا فيه في السابق على قناتك وقرة، هي لا تريد حقيقة توافق بين الأطراف الداخلية حتى تشكيل حكومة موحدة داخلية، لأن تعرف حجم الانقسام موجود، وأن أي حكومة تأتي بتوافق مجلس النواب والدولة سوف تؤدي الانقسام حقيقي داخل 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 البلاد. ولكن اليوم البعثة تحاول أن تطرح المشروع الأممي الذي هي تضغط به منذ فترة طويلة، رغم حقيقة تعطل المشروع وفق الظروف الدولية لحطت ملف ليبيا، أصبح الملف الليبي في حالة جمود، ولكن المجتمع الدولي بصفة عامة والبعثة ترى بأن حكومة بتوافق دولي هي التي سوف تعمل، سواء عملت من سرت أو أي مدينة أخرى هي التي سوف تعمل وسوف تنجح. لاحظنا الضغوط الدولية حتى على محافظ مصر المركزي الآن، هي ظروف حقيقية وتعتبر استثنائية، لأن السيد مصر المركزي اليوم
اليوم بعصب الاقتصاد الوطني هو المصدر المركزي، اليوم اصبح يوجه رسائل مجلس النواب، يعني هناك تخوف اليوم، هناك ضغط دولي حتى على الملف الاقتصادي الملف السياسي، وبالتالي اعتقد ان هناك حتى ضغوط من الولايات المتحده الامريكيه. ولاحظنا زياره نورلاند ملاقاته للصديق الكبير والسيد وبالتالي كأنك ما تشير أنها جميعا هذه اقتصادين أو سياسيين أو أمنيا كلها مفردات لمعركة واحدة. وبالتالي أريد أن أنتقل بذلك الأستاذ السنوسي، يعني ما الذي تبقى للنقاش حوله؟ ما أين لجنة 6+6 أستاذ السنوسي؟ القوانين تم الاتفاق عليها اتفاق نادر، وتم تجاوزها قانون الانتخابات، أما أن الأمر يتعلق في مسألة الحكومة التي ينبغي أن تدير الانتخابات أو أن تواصل حكومة الدبيبة، والسيد عقيلة صالح اليوم يطرح طريقا جديدا في تجديد الثقة لحكومة أسامة حماد هي التي تدير الانتخابات، على عكس ما كانوا يطرح سابقا في أنهم يريدون حكومة مختلطة أو حكومة جديدة تتجاوز الرجلين يعني في بنغازي وفي طرابلس. هو الإشكالية في ليبيا ليست في عدم وجود توافق يعني بين ربما الأطراف السياسية الليبية على الأقل التي يعني مختصة، مثلا نتحدث عن الإطار الدستوري هذا والقانوني، هذا يعني يعتبر متوافق عليه والأمر منتهي يعني من هذه الناحية، يعني لا أقول أنه منتهي نهائيا، يمكن تعديله بعد ذلك، ولكن أتحدث هنا عن ما تم إنجازه وهو توافق، وهو التوافق الممكن نحن نسميه هو التوافق الممكن بين الأطراف السياسية الليبية، هذا من ناحية. لكن الإشكالية أين؟ الإشكالية في التدخل الدولي في ليبيا، سواء سلوك البعثة المريب أحيانا في أنها تتجاهل التوافقات الليبية وتحاول أن تفرض حلول جديدة، وأيضا الدول التي لها يعني وجود عسكري أو سياسي في ليبيا قوي، هي أيضا لها يعني تأثير كبير على توافقات الليبيين. حينما يتوافق الليبيون وهذه الدول ربما لسبب أو لآخر لا يعجبه هذا التوافق، فإنها تستطيع بطرقها المعتادة أن تفسد هذا التوافق عبر دعم الأطراف التي تدعمها. من على سبيل المثال يعني لأن كل هذه الدول بما فيها البعثة الأممية في حلقة مفرغة تدعي وتطرح عناوين أنها تريد الحل لليبيين وليس ما تذكر أستاذ إسماعيل، وبالتالي الأدوات المستخدمة إن سلمنا بهذا الافتراض الذي أشرت إليه هي أدوات ليبية شرقا وغربا يعني، فلماذا لا يعني لا يضرب الليبيين بكل نعم هذه التدخلات عرض الحائط ويقترحون حلول خاصة بهم يعني؟ نعم، هي الإشكالية يعني الليبيين صحيح أن لهم دور في هذه المشكلة، وهي أنهم يعني التوافق ليس بالضرورة أن يكون 100% بطبيعة الحال، لابد أن تكون هناك أطراف معترضة أو لها ملاحظات، ولكن هذه الأطراف بدل أن تتعقل وتتجه إلى هذا التوافق باعتباره التوافق الممكن، يعني هي تعترض سواء في طوال السنوات الماضية أحيانا من الغرب أو من الشرق، والآن نعاني المشكلة هذه في طرابلس، لأن طرابلس هناك خلافات حول هذه المسألة، مسألة التماهي مع القوانين الانتخابية التي توافق عليها مجلسين نواب الدولة، هناك حكومة الوحدة الوطنية، وهناك رئاسة مجلس الدولة، وهناك أطراف أخرى عسكرية تحاول أن تعترض على هذه على هذا التوافق يعني وتضربه، بل ليس تعترض، تضربه في صفر أيضا عبر يعني تلويحها بأنها ترفض هذا ولا تريد أن تكون هناك حكومة جديدة، بمعنى أنها لن تسلم إلى حكومة جديدة إذا ما قام مجلس النواب الدولة بتشكيل هذه الحكومة يعني من طرف واحد، فهذه مشكلة. لذلك كانت هناك دعوة إلى طاولة الحوار من خلال البعثة الأممية، وكان هناك تشجيع دولي لهذه الطاولة، ولكنها طبعا طاولة كانت خماسية بمعنى أنها غير متوازنة. واضحة هذه النقطة، دعني فقط أشرك الأستاذ يوسف الفارسي فيما تبقى لي من دقيقة، هل بالفعل الإشكالية في قيام الانتخابات أم لا؟ كل الأجسام تريد أن كما ترى بعض قراءات المراقبين أن يكون لها جعل ونصيب في المشهد القادم، وبالتالي الجدل على مسألة الحكومة التي ستكون هي قصيرة جدا فقط لإدارة الانتخابات، قد يقول قائل ما الداعي يعني؟ نعم هي هناك محاولات بأن تكون هناك يعني موضع قدم لهذه الأطراف بالكامل في الحكومة القادمة، لأن تعرف أنت النظام السابق هو نظام محاصصة، بمعنى أن كل طرف يتحصل على نصيبه من الحكومة، رغم أن لما تلاحظ الانقسام السياسي الحاد وتلاحظ اليوم حكومة الدكتور أسامة حماد التي تقوم بمجهود كبير حقيقة في مرحلة الإعمار وفي مرحلة حتى الدعم المواد الغذائية الأساسية للمواطن ورفع معاناة المواطن، واليوم قامت بإنجازات كبيرة، ولكن أعتقد أن في المقابل هناك حكومة اليوم تحاول حتى هي أن تضغط في اتجاه
هذا الأمر وتفشل حقيقة هي حكومة الوحدة وتفشل ما يقود إلى توحيد حكومة واحدة، لأن هي لم تقدم شيء حقيقة للأسف. ولاحظنا يعني تقارير مصرف مركزي تجاه هذه الحكومة في مرحلة عجز في الموازنة العامة وغيرها من الأمور التي حقيقة فشلت فيها الحكومة الموجودة في غرب البلاد وحكومة الوحدة الوطنية. لذلك لا تريد أي هذه الحكومة بأن تكون هناك أي مرحلة حكومة قادمة أو توحد حتى حكومات الأطراف كلها بالكامل، هي تريد حقيقة نصيبها من هذه الحكومة بشكل كامل. يعني من بنغازي الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنا من ترابلز، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية الأستاذ السنوسي إسماعيل، شكرا لكم ضيفي الكريمين. نبقى في ليبيا حيث تعاني العديد من الأسر عشية شهر رمضان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة يرجعه خبراء لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن حكومته تشاطر الليبيين مخاوفهم بشأن غلاء المعيشة، مؤكدا حرصها على إعادة الدينار الليبي إلى مستواه السابق. بالنسبة للناس اللي خاصة المتقاعدين، المتقاعدين بصفة عامة يعانوا الأسعار، يعني لأن حتى المرتبات نزلوا أقل من قبل. المواطن ما يقدرش شهريا يتحمل، ما يقدرش مقدورة يجي يقول لك فيه لحم مستورد لحم خارجي، ما عادش يقدر الوطني. الأسعار متناول الجميع، مش متناول الجميع. الخروف 70، البقرة 54، القعود 52، بالعظم 39، الدجاج واصل 11.5. الأسعار مش متناول الجميع، يجي المواطن الكادح يقول لك أعطيني جيجة بسبعة جنيه، خمسة جنيه، عشرة جنيه على يقوت اليومي بس. حقيقة تمر على ليبيا أيام و فترة زمنية حرجة من خلال ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الصرف، ومما أثر تأثير كبير على مدخرات المواطن، وأحيانا لا يستطيع حتى شراء حاجياته الأساسية. نبقى ليبيا حيث فتحت حكومة الوحدة الوطنية تحقيقا حول ظهور تشققات أرضية غامضة في بلدية السبيعة الواقعة جنوبي العاصمة ترابلز، طول بعضها يصل إلى 15 مترا، وكان مواطنون قد أبلغوا عنها مطالبين بالكشف عن أسبابها. وذكرت وزارة البيئة الليبية أن فريقا يتبع لها زار المنطقة وعاين عن كثب ظاهرة التصدعات الأرضية. من جهتها أعلنت وزارة الحكم المحلي في ترابلز أن فريقا تابعا لها انتقل مباشرة إلى المنطقة لاستكشاف الظاهرة والوقوف على جميع المواقع التي شهدت تشققا أو انخفاضا لفهم الطبيعة الجيولوجية للمنطقة. فترة فاتت حدثت فجأة، يعني فجأة الاطلاع أن ممكن في أثناء الليل صارت هذه الانشقاق في الأرض وانهيارات أرضية، الله أعلم شو السبب يعني بتاعها، عوامل طبيعية جيولوجية لم تمر بها المنطقة منذ سنوات. يعني أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة إيرنا الرسمية أن عدة أشخاص قتلوا في انفجار بمصفات بندر عباس في إيران، وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر. نشير إلى هذه الصور التي تظهر اعتراض صواريخ أطلقت طبعا بالتأكيد من جنوب لبنان، لأن الاعتراض في شمال إسرائيل. إذن نشاهد هذه الصور التي تم التقاطها قبل قليل لاعتراض منظومة القبة الحديدية لعدد من الصواريخ في شمال إسرائيل، وبالطبع طبعا أطلقت من جنوب لبنان. نشاهد هذه الصور، جبهة طبعا لبنان وإسرائيل لا تفتأ أن تعود من جديد إلى التصعيد على الرغم من الخط الموازي للجهود السياسية والحديث عن تسوية وشيكة يقودها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين فيما يتعلق بفصل ما يدور في غزة عن جنوب لبنان أو الوصول إلى تهدئة. هذا الموضوع مطروح خلال ساعات استوديو الحدث في حلقة اليوم، سنقوم بنقاشه الآن. هذه الجبهة من جديد، إذن هذه المرة اعتراض لصواريخ في شمال إسرائيل. في مصر اتخذت الحكومة حزمة قرارات اقتصادية سعيا للخروج من أزمة شح العملات الأجنبية التي عانت منها مصر على مدى سنوات.
كما أعلنت مصر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل ب8 مليارات دولار. وعقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا أمس رفعت فيه أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة الواحدة إلى 27.25%. وقال البنك المركزي في بيان له إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر حاسم، مشيرا لأنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقا لآليات السوق. وعقب صدور البيان بدأت البنوك التجارية في خفض قيمة الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استقر عند سعر الصرف حوالي 12 شهرا إلى مستويات تجاوزت 50 جنيها للدولار. موضوع رأس الحكمة دي فلوس جاية داخل البنك، هو عشان الدنيا تهدى لازم كل مستورد يروح البنك، يلاقي دولار يستورد بيه بسعر البنك. إنما طول ما في سوق موازية والدولار ب70 وب80 تبدأ طول عمر الحاجة في ارتفاع. وأكيد لا، الأسعار زي ما هي مفيش حاجة تأثرت، لأن فلوس المشروع بتاع رأس الحكمة أصلا راح للمشروع، ملهاش علاقة بغلو الأسعار. غلو الأسعار ليه علاقة بالمستوردين اللي هم لو توفر لهم أكيد دولار أكيد هيستوردوا بضاعة بسعر قليل يبيعوها بسعر قليل. اما دلوقتي البضاعه في الجمارك وفي المواني والمواد كلها الاساسيه اللي احنا اصلا بنشتغل بيها مستورده، فاكيد الحاجه ما نزلتش. ما اعتقدش، كل تعويم بيبقى بعديه على طول الاسعار بتزيد، وده عشان ربط الدولار بالاسعار. كل بياع النهارده حتى لو بيبيع فجل بيقول لك الدولار غالي، فيعني طبعا بكل الاسعار، واحنا في حاجات كتير بنستوردها وخصوصا في الاكل فلازم هتزيد. أيوة الدنيا اتغيرت طبعا، والأسعار نزلت أحسن من الأول شوية، ويعني الحمد لله ربنا يجيب يعني كل حاجة. بقوله لسه برضو في حاجات هتنزل، أثرت طبعا في حاجات كتير قوي، أسعارها نزلت وبينة وواضحة جدا إن شاء الله هيكون مشروع خير وهيكون موضوع كله خير إن شاء الله. وللنقاش من القاهرة ينضم إلي أستاذ الاقتصاد السياسي والتمويل الدولي الدكتور رشاد عبدو. مرحبا بك دكتور رشاد. نفهم هذه الخطوة بداية، يعني التحرير وتعويم معروف يعني في الاقتصاد، أصبح السعر حرا، وبالتالي هذا الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه متوقع، ولكن هل إلى هذا الحد؟ وهل هذه يعني فترة كما نقول اقتصاديا الصدمة الأولى، وبالتالي يمكن مع توفر رصيد ومخزون للعملات الأجنبية أن يعود الجنيه إلى الاستقرار، وهل يمكن أن يتراجع هذا السعر يعني؟ ما شاء الله أنت محلل اقتصادي كبير وقلت كل حاجة. فعلا الفترة دي فترة الصدمة. أنت النهاردة كان في مشكلة صغيرة، مشكلة مصر في الأساس زي كل دول العالم النامي حاجتين: عدم اختيار الأفضل، هذه جزئية في الإدارة، وعدم توفر العملة الأجنبية. وبالتالي كان المستورد الراجل بتاع المصنع عشان مستلزمات انتاج، رجل اعمال بيروح للبنك كله اديني يقول له ما عنديش، يعمل ايه؟ يروح للسوق السوداء، فارتفعت اسعار السوق السوداء بشكل كبير جدا. النهارده انت بتحاول تصوب مسار، ما كنتش قادر تعمل الخطوه دي الا بعد الصفقه بتاعت شركه ابو ظبي. شركه ابو ظبي وفرت لك 35 مليار، ورئيس الجمهوريه بيكلم رئيس الوزراء في خطاب رسمي، جات لك الفلوس، قال له جت الدفعه الاولى والثانيه، فطمن المجتمع ان بقى في فلوس. فالناس ما بقتش توجه للسوق السوداء، فبتبدا الاسعار تنزل، اللي كانت 72 نزلت لحوالي حاجه و40. فكل ده كان فارق. البنك المركزي استنى الوقت المناسب، توفر العملة الأجنبية عنده والسعر المنخفض نسبيا في السوق علشان يعمل الخطوة دي. الخطوة دي كان من 15 يوم رئيس صندوق النقد الدولي في الإمارات وقالتها صريحة، قالت ما ينفعش يبقى فيه أكتر من سعر للدولار في الدولة الواحدة يا مصر، دي جزئية، بالإضافة سعر التضخم، معدل التضخم عندكم مرتفع لابد أن ينخفض. فكان لابد البنك المركزي يخدم على هاتين النقطتين. وبالتالي لكن السؤال دكتور اعذرني في هذه النقطة، لأنه نحاول إحنا أن نبسط من المصطلحات الاقتصادية للرجل الشارع البسيط حتى يفهم، يعني ما هو الضامن لثبات سعر الصرف؟ من يتحكم في هذا السعر؟ من الذي يمكن أن يوصله إلى السعر الحقيقي والمعقول ويضمن إيقاف هذه المضاربات؟ الدولة أم السوق في حد ذاته يعني السوق. مع الحركة خلاص. لا الدولة
الدولة في حاجة اسمها سعر الصرف الحر المضار. المضار يعني في حد بيديره، مين اللي بيدير؟ البنك المركزي. فالبنك المركزي بيتدخل، لكن في الاتفاق اللي تم مع الصندوق قال لازم يكون في سعر صرف مرن. يعني ايه مرن؟ يعني ما حدش يتدخل فيه غير قوى العرض والطلب فقط. العرض والطلب هو الفيصل. سلعة، اي سلعة مطلوبة ادفع السعر اللي انت عايزه، ايه يرتفع السعر. سلعة تانية مغرقة السوق ما حدش عايزها، السعر بينزل. فالدولار سلعة، العملات سلعة، ما دام بتتباع وتشترى تبقى سلعة. ومن ثم السعر المرن بيفترض ذلك، اللي هو بيقول انا هحدد السعر بتاعي. هو اول ما بدأ كان في كل بنك بيحدد سعر. كان مرن اقتصاديا يا دكتور كيف يمكن شرحها؟ وهكذا. مرن اقتصاديا كيف يمكن شرحها؟ يعني لما جنيهين يزداد جنيهين، يعني ينقص جنيهين، ولا يطلع وينزل، ما حدش يطلع 20 جنيه في اليوم. هل هذا يعتبر في اطار المرونه دكتور؟ بس ما كانش بينزل. لا، ده ارتفاع. يعني في ارتفاع وفي انخفاض وفي مرن. مرن اذا الطلب كان عليه كبير قوي يطلع، الطلب معلهوش طلب ينزل. فهنا الحريه الارتفاع والانخفاض طبقا لمعيار واحد دون تدخل الدوله ولا البنك المركزي. المعيار الوحيد ده هو الطلب عليه، وبالتالي يبقى ده المعيار. نعم. وبالتالي العرض والطلب هو ده الفيصل. فالحدث ايه؟ الحدث انه البنوك كانت متفاوتة في السعر، وناس كتير قال ده خلل. لا، مش خلل، هو ده زي ما انت قلت كمان، دي الصدمة. كل بنك عنده عملة. انا العملة بتوعي ما مستعدين يدفعوا اكتر شوية. وبالتالي وصل زي ما انت قلت تقريرك، وسأل تعدى 50. السؤال، هل هيكمل ولا هيرجع؟ لو ان البنك المركزي وفر للبنوك، كل رجل اعمال او مستثمر او صاحب مصنع لا راح للبنك قال له اديني وفر له، لا هينزل في السوق السوداء وهينزل في البنك، وبالتالي يتراجع. لكن يعني وبالقدر بالكتله التي دخلت الى مصر وفر لي قال ثانيه واحده الحته دي، بس ثانيه واحده الحته دي عشان بس اوصل معلومه على بعضها. طيب تفضل. لا، توصل المعلومه على بعضها. تفضل. لو رحت للبنك وقال لي ما عنديش، هيضطر بقى اروح للسوق السوداء ونرجع تاني لدوامات السوق. وهذا هو سؤالي يا دكتور. هذا هو ذات سؤالي. حتى هل الدولة عندها قدرة للتوفير نفس طويل متى ما طلب مهما طلب السوق من العملات بسرعة لو سمحت دكتور؟ هو ده المهم أوفر ولمدى زمني طويل. انت النهاردة جات لك 35 مليار دفعة أولى من شركة أبو ظبي، عندك بعد كده كمان 5 مليار جداد بتوع من 3-5 بتوع صندوق الدولي. إخواننا اللي أعلن في السعودية إن في تطوير راس جميلة في حدود من 15-20 مليار، القطريين داخلين وهكذا. وبالتالي طول ما انت عندك المدخلات الدولارية كبيرة هتقدر تعمل حاجتين. وهنا بقول ايه إدارة الأزمة كيف تكون. هل النهاردة البنك المركزي ياخد الفلوس سدد بيها أعباء خدمة الدين من أقساط وفوائد وما يديش للبنك، يبقى هيروح للسوق السوداء. هيوفرهم للبنوك وبالتالي تفزج عن البضائع وتوفر عملة عشان الاستيراد، يبقى هنا التوازن ايه في عملية إدارة الأزمة. نفس الشيء في سريعا برضو، الفايدة 6% بتخدم على النقطة دي. لأن الخدمة الأولية ده هيخفض المعدل التضخم. ليه؟ لأن رجل الأعمال أو المستورد اللي كان ما بيوفرلوش الدولار في البنك وبيجيبه ب70 من السوق، مش هيتحمل فرق التكاليف. هيحملها على المواطن، وبالتالي ده اللي خلى التضخم ارتفع والأسعار ارتفعت. فالخطوة دي لو انت وفرتلي ب50-52 يبقى التضخم هينزل والأسعار هتنزل ومعاناة المواطن هتنزل. نفس الشيء بيكمله المعدل الفايدة. يعني دكتورة ودا نختم معك إلى السؤال الذي ينتظره جميع المصريين، كيف يمكن تخفيف العبء عن الجيوب التي بدأت تئن؟ مسألة الأسعار المعادلة فيها كيف؟ هي دي. واحد يعني ارتفع الدولار سترتفع الأسعار. هي دي. واحد سعر الصرف اللي كلمنا فيه، 2 سعر الفايدة. سعر الفايدة الأسعار بترتفع عشان في سيول عالية في السوق، طلب على المنتجات كتير، فالتاجر بيستغل الفرصة وبيرفع الأسعار. لا، النهاردة لما ارفع الأسعار بشكل معدل الفايدة بشكل كبير في البنوك، الناس كلها تحط فلوسها في البنوك، السيولة تقل في الأسواق، وبالتالي الطلب يقل على المنتجات فتنخفض الأسعار وانخفض معدل التضخم وتحسن مستوى الحقيقي للمواطن المصري ويسعد بالخطوة. في كم من الوقت بسرعة متوقع ذلك؟ أن يشعر الناس أن في تغيير.
التاجر برضو عندنا في مصر عنده مشكلة. أولا هو جشع جدا في المعتاد, هو جشع والحكومة ضعيفة ما بتلزموش بشيء, فللأسف هيستغل الفرصة في المدى القصير ويقول الآتي: أنا لما تعاقدت على دي تاخد دورة 13, فمن 13 كان دولار ب70, فأنا عشكرة مش هخسر, فعشكرة هتستمر الموجة دي. طب بعد 13 لو البنك وفر لرجال الأعمال المستوردين الدولارات غصب عنه هينزل السعر, وإلا الدولة تخش منافس له من خلال الشركة القابضة الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وغيره, إنما لو ما وفرتلوش هيتستمر هوجة وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار. نعم, من القاهرة أستاذ الاقتصاد السياسي والتمويل الدولي الدكتور رشاد عبدو, شكرا لحضورك وعلى كل ما تفضلت به من قراءة اقتصادية. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها, كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. انتهت الساعة الأولى من استديو الحدث, بعد قليل ساعة أخرى لا تذهبوا بعيدا, إلى اللقاء. كنا نتحدث عن اللقاء الأول بينكم وبين عزة الدوري, اللقاء الأول ما الذي دار فيها؟ احنا كبعثيين في العراق لم نسمح ببناء معارضة عراقية وطنية. في الرسالة التي أرسلتها إلى سيد عزة الدوري, ما أبرز هذه الانتقادات التي وجهتها؟ قابلت الأستاذ عزة, وناقشنا برنامج التحرير والاستقلال وقررنا, وكلفني أن أكون ممثل البعث والمقاومة. الدكتور خضير المرشدي عضو القيادة القطرية لحزب البعث في العراق. أول خطوة اتخذها داعش اعتقال عدد من أعضاء القيادة. الذاكرة السياسية الجزء الثاني, الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ليلة ليست كغيرها, ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات, لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم, لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. في صمت الأشياء من حولك, في كل حركة متناغمة وسكون, في الانتظار لانتهاء الألم, في كل ثانية تمر هناك أحداث, صراعات في كل جزء من العالم, فكل لحظة ترسم مشهداً, تشكل خبراً, تصنع حدثاً. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي, فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره, بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك, كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار, والمصادر الموثوقة هي المرجع. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم, أوجاعهم, أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث.
رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم من جديد إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث وفي عناوينها. انهيار الأمل بهدنة قبل رمضان في غزة والمساعدات تبحث عن طريق لا تعرفه الطائرات. أول صورة للسفينة التي قتل الحوثي ثلاثة من طاقمها وتسجيل حصري لقبطان الغارق روبيمار. إعلام اللبناني يكشف أن المبعوث الأمريكي تراجع عن شرط انسحاب حزب الله مقابل تحقيق وقف للنار. بعد الفيضانات ولغز المياه الجوفية، تشققات أرضية غامضة في ليبيا وحكومة الدبيبة تفتح تحقيقا. فيديو صادم يهز بريطانيا لشرطية تسحل متشردا من أصول سودانية وتدوس عليه في شوارع مانشستر. أهلا بكم من التفاصيل. أفاد مراسل الحدث عن اعتراض 9 صواريخ وسقوط عدد آخر في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل. قبل ذلك ساد هدوء حذر قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان، وأفاد مراسل الحدث أن هناك تحليقا للطيران للاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل، وذلك بعد ليلة ساخنة ومتوترة حيث كثف فيها الجيش الإسرائيلي قصفة مستهدفا قرى حدودية، قابله رد من قبل حزب الله بقصف صاروخي استهدف مواقع داخل مزارع شبعة. هذا ويستقبل نازح الجنوب اللبناني شهر رمضان هذا العام في مراكز الإيواء التي لجأوا إليها بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من البلدات والقرى الجنوبية على إثر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. ويواجه آلاف النازحين صعوبات معيشية تعرقل إمكانية توفير الطعام الذي يعينهم على تحمل صيام الشهر المبارك. أكد مسؤول في وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور أن هناك اتفاقا مع جهات ممولة ستكون مسؤولة عن تأمين المواد الغذائية للنازحين خلال شهر رمضان. ما قادرة أمن لما رمضان أي شيء ممكن أكون عجزانة عنه بالنسبة لأولادي، لأني ما قادرة أمن لهم أكل وشرب زي ما بدهم مثل ما كنت بالضيعة. النازحين بمراكز الإيواء اتفقنا نحن والجهات الممولة اللي عم تأمن المواد الغذائية مع المطبخ، هنحول وجبات لوجبة إفطار
ووجبة خفيفة للسحور. اتفقنا على نوعية الأكل بتغير غير الغذاء، يعني حيكون فيها نوع ما بين فتوش وشوربة ووجبة رئيسية، ورح يتأمن من أحد الجمعيات كمان مثل حصص معلبات مثل الريدي تو إيت، يعني أنه بحال عندهم أولاد تاني يوم الصبح ما قادرين أنه يطبخوا هيك، بيكون في شيء جاهز دغري بينفتح معلبات وبيأكلوا من خلالها. للوقوف على آخر التطورات الميدانية التي قرأناها قبل قليل من جنوب لبنان، مراسل الحدث الزميل محمود شكر. محمود مرحبا بك، تفضل. إذن نتحدث ما نقله مراسلنا من الجانب الآخر أن هنالك اعتراض لتسعة صواريخ بالتأكيد أطلقت من جنوب لبنان، وذكرتم أيضا أنتم نقلتم أن ليلة البارحة كانت ساخنة من حيث الحضور الإسرائيلي والتحليق واستهداف بعض المواقع، تفضل فصل لنا في ذلك. نعم، وهذا ما جاء على لسان الإعلام الحربي لحزب الله منذ بعض الوقت، حيث أشار إلى أول عملية ينفذها الحزب مع هذا النهار، وهي إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه مقر قيادة إسرائيلي في ليمان، بمعنى إلى أنها سقطت وراء الناقورة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث من جانبه إلى أن القبة الحديدية تعاملت مع عدد من هذه الصواريخ وأن بعضها سقط في أراضي مفتوحة، في حين أن الإعلام الحربي لحزب الله يقول إلى أنه أصاب هذه الأهداف بدقة. وعلي أن نكون أمام عملية، أول عملية لهذا النهار انطلقت من آخر القطاع الغربي في عند رأس الناقورة. ما عدا ذلك حتى هذا التوقيت في القطاعات الباقية ما بين القطاع الأوسط والقطاع الشرقي لا يمكن أن نذهب إلى عمليات عسكرية بمعناها الميداني من حيث الحجم الكبير، عدا إلى أنه سقطت قذيفة هنا في هذه البلدة التي هي وراءنا عيت الشعب. البعض قال إلى أنها صاروخ موجه، والبعض الآخر حدد هذه القذيفة من دبابة مركافة متمركزة بأحد المواقع المطلة على البلدة، في حين أنه أيضا بالتوازي هنالك بعض الرشقات من أسلحة متوسطة خفيفة لمدافع رشاشة باتجاه منطقة القطاع الشرقي، بمعنى إلى أنه في المقلب الآخر بالقرب من منطقة كفر شوبة وأيضا بسهل مرج عيون والإخيام. وبالتالي محمود، هل نحن بالإمكان القول وفق قراءتك أمام موجة جديدة من التصعيد، أم أن الصواريخ أتت ردا على ما قامت به إسرائيل ليلة أمس، وبالتالي سنبقى في هذا المشهد الذي المتسم بالمناوشات؟ هذه الصواريخ تأتي كما أسلفت في إطار المناوشات أو إطار المواجهات، ولا يمكن أن نطلق عليها إلى أنها موجة جديدة كبيرة من المواجهات التي تحصل على الحدود. ما قبل أمس هي كانت ساخنة لأنها أدت بطبيعة الحال إلى سقوط عدد من الضحايا، إن كان في صفوف العسكريين لحزب الله كما أعلن الإعلام الحربي، أو أيضا بالصفوف المدنيين، وكان آخر الضحية مدني لبناني في بلدة الظهيرة. ما عدا ذلك لا يمكن أن نوصف المجريات الميدانية على الأرض إلا في إطارها التقليدي الذي اعتدنا عليه، وإما أن هذه المسألة تذهب بالتصعيد باتجاه ما تكون مربوطة على قاعدة الكر والفر ما بين الطرفين. عندما يذهب الإسرائيلي إلى عملية خارج عن المألوف من حيث الهدف أو من حيث الأعداد أو من حيث البقعة الجغرافية أو من حيث أيضا عملية إطلاق هذه الصواريخ التي هي تختلف من منطقة إلى أخرى بثقلها أو بأضرارها، يرد كذلك حزب الله بعمليات باتجاه الداخل، وهو أيضا يختار هذه المواقع العسكرية بقربها أو بعمقها. هذه المسألة التي يمكن القول على أنها ضبط الإيقاع في العمليات الميدانية على الأرض التي تحصل في الأيام الماضية. من جنوب لبنان مراسل الحدث الزميل محمود شكر، شكرا على كل هذه التفاصيل. قال دبلوماسي إن زيارة المبعوث الأمريكي هوكشتين لبيروت تضمنت آلية متابعة اتفق عليها مع الجهات الرسمية وفق صحيفة نداء الوطن اللبنانية، فإن الإدارة الأمريكية تضغط لتحقيق إنجاز قبل الانخراط في الحملات الانتخابية، وأن الموفد الأمريكي تراجع عن شرط انسحاب حزب الله بحيث صار كل مطلبه حصول وقف للنار بضمانات من الفريقين على أن يصار في مرحلة لاحقة
البحث إلى حل النقاط الحدودية الستة العالقة ضمن إطار اللجنة الثلاثية غير المباشرة برعاية اليونيفيل. وكشف المصدر الدبلوماسي لنداء الوطن عن أن هوكشتاين شكل فريق عمل أمريكي برئاسة السفيرة الأمريكية ليزا جونسون لإعداد ورقة عمل سياسية لتنفيذ القرار 1701. المصدر قال إن عملية تنفيذ القرار ستكون مقرونة بخريطة طريق سياسية تتضمن استجابة لمطالبات اللبنانية بشأن ملف التنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى استثناء لبنان من قانون قيصر كي يتمكن من الحصول على الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا. ومن المطالب اللبنانية كذلك الحصول على ضمانات تتصل بتثبيت الحدود من رأس الناقورة إلى تخوم مزارع الشبع اللبنانية. أشار المصدر إلى أن الخطة ستكون مقرونة بسقف زمني يضمن عدم انفلات الأمور مجددا في حال انهيار هدنة غزة. من بيروت رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن الأستاذ بشارة شرب، مرحبا بك باعتبار أنكم من نقلتم ذلك في صحيفتكم، ماذا يمكن أن تضيف لنا من معلومات؟ وهل هذا ممكن؟ هل يستطيع هوكشتاين تحقيق ذلك أن يفصل ما يجري في قطاع غزة عن ما يجري في جنوب لبنان؟ هو الهدف الأساسي الذي يريده هوكشتاين أن يفصل ما بين غزة وبين لبنان، لكن الصعوبات في هذا الشأن كبيرة. حاول عدة مرات في زياراته السابقة أن يحصل على موافقة حزب الله على انسحاب حدده ببضعة كيلومترات وتطبيق القرار 1701 بزيادة عديد قوات الجيش في تلك المنطقة، لكن حزب الله واجهه بالرفض. طبعا حزب الله ربط ذلك بوقف النار في غزة. أما الإسرائيلي فقد رفض لأنه لا يريد أن يعود إلى صيغة القرار 1701 التي كانت تطبق منذ العام 2006 حتى الآن، والتي استفاد منها حزب الله للتواجد المسلح في المنطقة المعنية بهذا القرار عند الحدود. لذلك قام هوكشتاين بصيغة جديدة. أولا يريد أن يضمن وقف إطلاق النار، وهذه النقطة الأساسية، لأن كما قلتم إدارة بايدن في هذه المرحلة تحت الضغوط الكبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار. يعتقد هوكشتاين أن وقف إطلاق النار مهما كلف ومهما كان هو عملية ستطبق على من يقبل بها، وبالتالي إذا استؤنفت الحرب في غزة فإن حزب الله سيصعب عليه معاودة حرب المشاغلة أو معاودة حرب الإسناد التي كلفته كثيرا والتي عزلته في المجتمع اللبناني. ثم لكن لعل السؤال الأهم، المشكلة هي عند إسرائيل، عند نتنياهو الذي من الواضح في الآونة الأخيرة أنه يريد حرب حتى أن انتهت الحرب في غزة، يريد توسع دائرة هذه الحرب. والذريعة هذه المرة أستاذ بشارة هو أن المستوطنين على البلدات المتاخمة للحدود لن يعودوا إلا بعد ابتعاد حزب الله إلى ما شمال الليطاني، ويتمسك نتنياهو بذلك ويرى أنه لا بد من ذلك بغض النظر عن ما يجري في غزة. طبعا المطلب الأساسي لنتنياهو هو تحقيق كامل أهدافه بإبعاد حزب الله، لكنه قد لا يستطيع إنجاز هذه الرغبة لأن الضغوط الأمريكية كبيرة عليه، ولأن الحرب مع حزب الله ستكون أيضا مكلفة حتى ولو كانت له القوة، قوة التدمير الأكبر. لذلك يعمل هوكشتاين على مسار هو وقف إطلاق نار ثم إطلاق عملية سياسية وترتيبات أمنية كاملة في جنوب لبنان، وهذا قد يكون مغريا للإسرائيليين إذا وصلوا ليس إلى اتفاق يشبه 1701 بل إلى ترتيبات نهائية عند الحدود تنهي كل المشاكل العالقة عند خط الهدنة، النقاط الست التي تحدثنا عنها بما فيها خط مختلف عليه، نقطة مختلف عليه عند النقطة البحرية واسمها بيوان. ثم نتيجة هذا الاتفاق إذا حصل، وهو رغبة هوكشتاين ورغبة الإسرائيليين ستكون أيضا إذا قبل حزب الله، إخراج حزب الله من الصراع كما يعني كما خرجت دول. هنا أود أن أسأل، يعني أنت قلت أن ذلك سيغري إسرائيل، ما الذي سيغري حزب الله لدرجة أن يتخلى عن عنوان وجوده الأساسي المقاومة؟
لا شيء سيغرق حزب الله إلا الضغوط وتسوية تكون إيران طرفا فيها تضمن فيها حصتها من النفوذ داخل اللبناني، والأمريكيون قد لا يكونون بعيدين عن إعطاء إيران نفوذا إضافيا مقابل أن يعطوا أمنا كاملا لإسرائيل. لا شيء يضمن. كيف تصورك لهذا النفوذ يعني أكثر من الذي موجود الآن في لبنان؟ هذا النفوذ ممكن تفسيره بعدة أشكال. هذا النفوذ ممكن أن يصل إلى حد إعطاء الإيرانيين وحزب الله رئيسا للجمهورية، يكون ضامنا لهذه الاتفاقية الأمنية الكبيرة، ويؤمن المصالح الأمريكية والإيرانية، وهذا احتمال. لا أقول أن هذا سيحصل لكنه احتمال. وبالتالي ما الجديد يعني؟ لم يأتي الرئيس، لم يعطي حزب الله ضمانات للبنان مؤخرا سيد شربل، أليس كذلك؟ عفوا لم أسمع. قلت لك ما الجديد؟ أصلا لبنان منذ فترة لم يأتي الرئيس، لم يعطي ضمانات، أو حزب الله راضي عنه يعني؟ حزب الله يضغط لكي يأتي رئيس موال له، والرئيس الذي سيأتي سيقول حزب الله أنه يريد أن لا يطعن في ظهر المقاومة، وبالتالي يريد أن يضمن وجودها. هذا الوجود سيتكيف مع الترتيبات التي ستحصل إذا حصلت هذه الترتيبات. نتحدث هنا عن احتمالات، لكن إذا كنا نتحدث واقعيا عن الوضع الحالي فإن احتمالات الحرب هي أكبر من الوصول إلى هذه الترتيبات والتفاهمات. يعني هل يستطيع حزب الله أن يوافق ومن من فوقه إيران يعني، وربما ليس لبنان، في كل المنطقة يعني الدول الموالية، أن يقبل نفوذا من غير غطاء أمني؟ ما مصير المقاتلين يعني؟ هل سيضعون السلاح وبالتالي يبقى الجيش اللبناني، الجيش هو المسؤول، والنفوذ يكون نفوذ سياسي؟ أستاذ شربل، هذه نقطة أساسية وخطيرة بالوقت نفسه. إذا حزب الله كان له اليد الطولة في هذا الموضوع وتمكن من أن يبقي الازدواجية كما موجودة في العراق بين الحشد الشعبي والعراق، لن يتردد في ذلك. هذا صراع سيتحول إلى صراع داخلي إذا حصل، وقد تكون له تداعيات كبيرة. نعم. من بيروت رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن الأستاذ بشارة شربل، شكرا لك على كل ما تفضلت به من قراءات. أكدت الفلبين مقتل 2 من مواطنيها من بين 3 من أفراد الطاقم الذين قضوا جراء استهداف الحوثيين في اليمن لسفينة شحن. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا للسفينة True Confidence التي أصابها صاروخ فلسطيني مضاد للسفن أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأصيبت السفينة التي قتل 3 من طاقمها أثناء عبور خليج عدن، فيما أصيب أربعة ثلاثة منهم في حالة حرجة، ولحقت بالسفينة أضرار جسيمة. إلى ذلك، أكدت الجهة المالكة لناقلة البضائع الجافة السائبة True Confidence مقتل 3 من الطاقم وإصابة بحارين آخرين في هجوم صاروخي قبالة اليمن. وأكدت الجهة المالكة أن السفينة حربية هندية نقلت جميع أفراد الطاقم 20 إلى جيبوتي
في وقت جرفت فيه الأمواج السفينة بعيدا عن اليابسة، حيث يجري اتخاذه تدابير لإنقاذها. وفي تسجيل صوتي قامت بنشره الحدث نت، قال قائد السفينة الغارقة روبيمار القبطان سامي الحجازي إن السفينة تعرضت لضربة من صاروخين في وقت واحد. وأوضح القبطان أن ما يتردد أن السفينة بريطانية لا أساس له من الصحة وفق قوله. الله يسلمكم، شكرا لكم. والله سبب الغرق إن إحنا انضربنا 2 صاروخ صابة مباشرة، وفي المركب حصل في الإنجين روم وفي عنبر 5، ودخلت مية في المكنة بالكامل وفي عنبر 5، وده السبب الرئيسي. هم بقى بيقولوا ان احنا عشان مركب بريطاني ومش مركب بريطاني وكلام كده كله ايه ملوش اي اساس من الصحة يعني. وفي استوديو الحدث ايضا، مجلس الامن يدرس مشروع قرار يدعو لوقف الاعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان. السياسية والأمنية في العراق، هذا واحد من اللي واجهناه بمعارك التحرير ومطاردتنا لكل داعش. جولة شاملة تتناول ملفات الإرهاب، الحشد الشعبي، الأمن والانسحاب الأمريكي. هذه كلها أنفاق بعد موجودة هلأ لداعش. وجها لوجه مع أبرز الشخصيات السياسية في العراق. وصلنا إلى البصرة ونحن على أحد القوارب في شط العرب. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه العراق في يومنا هذا؟ وما أثرها دولياً إقليمياً ومحلياً؟ مهما أصاب ما أصاب تبقى بغداد عريقة إلى يوم العزم. وجهاً لوجه من العراق يومياً، الثانية بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم من جديد. إلى الملف السوداني، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في السودان. مشروع القرار يدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى ضمان إزالة أي عقبات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما يحث مشروع القرار مجلس الأمن جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، ويطالبهم بدعم الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 6 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقد من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا. للنقاش من القاهرة أرحب بالكاتب الصحفي السوداني الأستاذ الطاهر ساتي، ومن دبي مستشار قائد قوات الدعم السريع الأستاذ الباشا محمد طبيق. مرحبا بكما أستاذ الطاهر. هل تعتقد في ظل ربما هذه الضغوط أو ربما توجيه مجلس الأمن رسالة واضحة للطرفين أننا أمام وقف قريب لإطلاق النار، خاصة أن رمضان على الأبواب أستاذ الطاهر؟ نعم، صباح الخير سعد الدين، صباح الخير للمشاهد الكريم. الشاهد طوال هذه الأشهر
التي تكاد أن تبلغ العام، فإن أكبر عقبة أمام وصول الإعانات للمتضررين هي ميليشيا الدعم السريع. في الشاهد بعد أسابيع من الحرب في شهر مايو العام الماضي كان إعلام مبادئ جدة يوم 11 مايو تحديدا، وثم مذكرة التفاهم يوم 20 مايو. في هذا الإعلان تم تحديد مسارات واضحة، وأصلا منبر جدة كان مخصص للجانب الإنساني، وتم تحديد مسارات واضحة عبر معابر واضحة، ولكن للأسف ميليشيا الدعم السريع لا تدع هذه المعابر، هذه الإعانات تمر. أمام الرأي العام العالمي والإقليمي كانت أكبر جريمة ارتكبتها هذه الميليشيا في حق المتضررين في 18 نوفمبر في ولاية الجزيرة. المعروف أن ولاية الجزيرة كانت أكبر مخازن للإعانات تم نهبها بالكامل، وهي إعانات تكفي لما تم تقديره بمليون إلى مليون ونص مواطن. تم نهب هذا المستودع بالكامل. ميليشيا الدعم السريع هي الآن أكبر عقبة لوصول الإعانات. السودان الحكومة السودانية لم ترفض طوال الأشهر الماضية كل المبادرات وكل الاتفاقيات التي تم تخصيصها للعمل الإنساني. الحكومة السودانية وافقت ووقعت على اتفاقيات، ولكن الإعانات لا تصل. الآن لماذا الإصرار على تشات فقط؟ في السودان أكثر من سبع معابر يمكن عبرها. سأتي إلى تشات والاعتراضات إن سمحت لي أستاذ الطاهر، فقط أود أن يرد الأستاذ الباشا على ما قلت، ولكن قبلها أستاذ الطاهر يعني كان سؤالي حاضرا، هل ستوافق الحكومة على وقف إطلاق النار وليس فقط تسهيل دخول المساعدات في رمضان لتسهيل هذه الأمر؟ هل تعتقد ذلك؟ الحكومة السودانية تسعى إلى إيقاف الحرب نهائيا وإلى سلام شامل وفق ما يؤمن للدولة السودانية سيادتها وما يؤمن للجيش الوطني وحدتها وتماسكها وقوتها. الحكومة السودانية أكثر حرصا من أي جهة داخل إقليمية أو خارجية على من جهة إقليمية أو دولية على تحقيق السلام في السودان، ولكن هذا السلام لا يعني الاستسلام. السلام الذي يحقق أهداف هذه المعركة. هذه المعركة أهداف واضحة، ومنها إنهاء التمرد بشكل كامل ووحدة السودان. يعني هو فقط حتى نذهب بعيدا، هو واضح على القرار بحسب ما صدر أنه فقط مخصص لفترة رمضان تقديرا، يعني وبقرار يلزم الطرفين. سأعود معك إلى هذه النقطة، مسألة الإلزامية أو عدمها، ولكن فقط أستاذ الباشا كيف يمكن ترد على الأستاذ الطاهر؟ الدعم السريع هو المسؤول الأول عن إعاقة دخول المساعدات في المناطق التي سيطر عليها، وضرب مثالا بما جرى في ولاية الجزيرة التي كانت هي مأوى للناس الذين فروا من جحيم الحرب في العاصمة، وأيضا فيها المساعدات اتخذتها المنظمات مساعدات، ومع دخول قوات الدعم السريع تم بحسب الأستاذ الطاهر وبحسب ما حملت الأخبار أيضا طبعا في تلك الفترة أنه أن الدعم السريع الذي سيطر على ود مدني هو من قام بنهبها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أستاذ سعد الدين، والتحية لمشاهدي قناة الحدث، والتحية أيضا لضيفك الطاهر ساتي. حقيقة الأستاذ الكريم، قوات الدعم السريع لم تجعل هذه الحرب وليست حريصة على استمرارها وتوسعاتها، وقد سعت خلال الفترة الماضية في جدة الأولى والثانية والمنامة إلى وقف الحرب والبدء في عملية سياسية شاملة تحقق السلام والاستقرار، لكن الجيش مفض يده عن جميع المبادرات وأصر على مواصلة الحرب، وبالتالي قوات الدعم السريع دخلت الحرب مكرهة وتستمر فيها مكرهة الآن رغم الانتصارات التي حققتها. كان على مجلس الأمن أن يفرض عقوبات على قادة الجيش وفلول النظام البائد وإجبارهم على المضي في عملية السلام، لكن الحلول المؤقتة غير مجدية. ننتظر ما يسفر عنه. دعنا نعود، يعني نحن لا نتحدث عن شأن سياسي أستاذ إن سمحت لي فقط حتى لا نخرج من الموضوع أستاذ الباشا. نحن نتحدث عن موضوع في بعد الإنساني، الناس يعانون في دارفور، مجاعة، السودان مهدد بأكبر مجاعة، سببها أن كما تقول المنظمات الدولية أن طرفي الصراع لا يسمحان، ومنهم الدعم السريع والأستاذ الطاهر اتهمك الآن بأشياء مباشرة، منها سرقة المساعدات وإعاقة وصول هذه المساعدات من قبل الدعم السريع للمناطق التي لا تقع تحت سيطرته، بماذا ترد؟ أولا يا أستاذ سعد الدين، ما ذهب إليه الأستاذ الطاهر صادق غير صحيح.
أنت تعلم أن البرهان ذهب إلى ولاية الجزيرة ومدني بالتحديد وتحدث فيها حديث عدائي وحديث يؤشر إلى يعني إلى التصعيد، وقال أنه يعني لديه 45 ألف جندي في يعني ولاية الجزيرة وسيذهب إلى الخرطوم ويحررها من ولاية الجزيرة. لذلك ذهبت يعني قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة. أما الحديث عن نهب المساعدات الإنسانية هذا غير صحيح. المساعدات الإنسانية كانت تأتي إلى بورسودان عبر ميناء بورسودان، ولكن الجيش رفض. لا، ما قاله أستاذ الطاهر صحيح، أنت تعلم ذلك. هناك مستودعات كبيرة جدا كانت، ومراسلنا محمد عثمان عمل تقرير من هناك، مساعدات كانت موجودة في مدينة واد مدني أستاذ. هذه المساعدات تم نهبها قبل دخول قوات الدعم السريع، والجيش هو من نهب هذه المساعدات وعناصر نظام البيت كطيب البراء وما يسمون نفسهم بالمقاومة الشعبية الآن، هم فلول النظام البيت، هم الذين نهبوا هذه المساعدات وإلزام التهمة بقوات الدعم السريع. الجيش هو الآن يرفض دخول المساعدات إلى ولاية الخرطوم وإلى ولاية الجزيرة وولايات كردفان وولايات دارفور، يعني هذه عقوبة جماعية ينفذها البرهان ويعاقب كل يعني مواطني تلك المناطق، ويستخدم يعني المساعدات الإنسانية ككرت سياسي يعني ليضغط به على يعني على قوات الدعم السريع. نحن في قوات الدعم السريع لم نرفض يعني تقديم المساعدات يعني للمواطنين، والآن منذ بداية هذه الحرب ظلينا نقدم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني من إمكانياتنا الذاتية. وشهد العالم الآن ما يطرح الآن أستاذ الباشا، ما يطرح الآن وهو موضوعنا الأساسي، هل قوات الدعم السريع منفتحة وستوافق على إيقاف لإطلاق النار تقديرا للناس ولظروف رمضان لبلد معظم سكانه من المسلمين، يعني وفترة رمضان الآن هم في حالة صيام ناهيك عن أنه في صيام آخر يحتاجون إلى المواد الغذائية كالسكر والدقيق والزيت وغيرها، هل منفتحون على ذلك أنتم دون شروط؟ قوات الدعم السريع منفتحة على أي يعني مسعى لإيقاف هذه الحرب ولإيقاف يعني إطلاق النار في فترة يعني شهر رمضان المعظم، ونحن نشعر ونقدر يعني المعاناة التي يعني يعاني منها الشعب السوداني الآن والظروف الإنسانية الحرجة. ولكن يا أستاذ الكريم، نحن في طيلة الفترة الماضية في منبر جدة وغيره، البرهان وجيشه وفلول النظام البائد عن كرتي وغيره لم يلتزموا يعني بأي هدنة يعني تم الاتفاق عليها في منبر جدة. لذلك نحن الآن يعني نشعر أن الطرف الآخر هو ليس لديه قرار وليس لديه إرادة ولا يستطيع الالتزام يعني بهذه الهدنة. وعلى مجلس الأمن الدولي أيضا النظر إلى الفروقات ويعني استهداف المواطنين على أساس عرقي وجهي وذب يعني المواطنين وقطع رؤوسهم والقصف تجمعات المواطنين بالطيران وبالبراميل الحارقة والتدخلات الدولية، مثال لذلك إيران، نعم، حرس الثور الإيراني، وكل جيد. هذه العوامل، نعم، نقاط كثيرة يعني حتى لا يكون يعني دعني يعني فقط أترك الفرصة للأستاذ الطاهر يرد عليك. تفضل أستاذ الطاهر. نعم سعد، كل هذا الإنشاء لا ينفي حقائق على أرض الواقع شهدتها المنظمات الدولية والإقليمية قبل الرأي العام السوداني، كذلك حتى شهدتها ميليشيا الدعم السريع عبر مقاطع الفيديو. من حسنات هذه الحرب، إن كانت للحرب حسنات، فهذه الجريمة، فهذه الميليشيا توثق جرائمها بكاميرات أفرادها أمام الرأي العام. تمت سرقة أكبر مستودعات الأمم المتحدة، وأمام الرأي العام تم إفقار قطاعات عريضة جدا من الشعب السوداني بالنهب والسرقة. أمام الرأي العام تم حرق مخازن أدوية، مخازن أغذية بولايات عديدة بما فيها ولايات دارفور. هذه الميليشيا حربها ضد الشعب السوداني مباشرة، وليس ضد الجيش، وليس ضد حتى من يسمونهم بالفلول والنظام البائد وغيره. هذه الأسطوانة المشروخ الآن غطاء لإفقار الشعب السوداني ولمحاربة الشعب السوداني. هذه الميليشيا الآن تستهدف المواطن بشكل مباشر الآن في الجزيرة وفي شمال دار وفي دارفور وفي كردفان وفي غيرها من المناطق. وبالتالي أستاذ الطاهر، بهذه الافتراضات لا ترى الآن تم إفقار يعني هذه الافتراضات التي ذكرت يعني وهذه التهم، ألا ترى أن صدور قرار من مجلس الأمن وإن أتى متأخرا مسألة إيجابية للناس أن
تلزم هذا الطرف الذي ترى أنه هو السبب الأساسي ويقوم بكل ذلك. المبدأ نعم بالتأكيد من حيث المبدأ لن تمانع القوات المسلحة والحكومة السودانية في أي عمل إنساني يستهدف المواطن بشكل مباشر، ولكن بالتأكيد التوجس الآن المشروع جدا هو استغلال هذه الأعمال الإنسانية لصالح الميليشيا. الميليشيا كيف ما هي الضمانات لوصول هذه الإعانات للمواطنين؟ ما هي الضمانات لعدم تسرب أسلحة مع عن طريق التشاد؟ تشاد الآن ليست دولة محايدة، تشاد الآن معبر للسلاح ومعبر للبشر، تشاد هي الآن أحد شرايين الحياة لهذه الميليشيا. ولذلك توجسات الحكومة السودانية والشعب السوداني توجسات مشروعة جدا. هنالك معابر عديدة، أكثر من 5 معبر عبر كوستي جنوب السودان، معبر عبر البحر الأحمر بور سودان، وهنالك معابر في شمال السودان عبر دولة مصر. لماذا تحديدا إصرار هذه الميليشيا وحاضنتها السياسية وحلفائها بالخارج في منبر تشاد في عبر معبر تشاد؟ طبعا لأن الجغرافيا طبعا قريبة، سأجعل أستاذ الباشا يرد بشكل سريع، ولكن الجغرافيا قريبة ومناطق دارفور هي التي تضررت ولم تدخلها مساعدات. أستاذ الطاهر، أستاذ الباشا، أنتم تستغلون مسألة المساعدات كما يقول الأستاذ الطاهر. لو تم تأمين يا أستاذ الكريم، لو تم تعبير معابر أستاذ سعد تفضل. نحن لم يعني نستغل الظروف الإنسانية والمساعدات الإنسانية ويعني نمرر أجندتنا، لكن الطرف الآخر البرهان وجمرته والسياسيين الذين يقفون خلف هذه الحرب هم الذين يستغلون الظروف الإنسانية الحرجة التي يعيش فيها الشعب السوداني الآن، ويعني يريدون أن يعني يستثمروها سياسيا. لكن نحن يعني طيلة الفترة الماضية ظلنا نقدم مساعدات إنسانية للشعب السوداني والعالم كله يشهد بذلك، ويعني في نفس الوقت الطرف الآخر هو الذي منع المساعدات الإنسانية وكدتها في بور سودان، ورفض يعني أن تسحب المساعدات يعني الإنسانية إلى ولاية الجزيرة ولاية الخرطوم وكردفان ودارفور بعقوبة جماعية ترتقي. يعني الجزيرة الآن وجزء من ولايات كردفان ودارفور يسيطر عليها الدعم السريع، كيف يمكن أن يمنع الجيش وصول المساعدات؟ الجيش المساعدات الإنسانية في الفترة الماضية كانت تأتي عبر بور سودان. الجيش هو الذي يسيطر على ميناء بور سودان، والآن يقوم بهذه يعني العقوبة الجماعية للشعب السوداني، وهو الآن من يقصف المواطنين وتجمعات المواطنين بالطيران وبالبرامير الحارقة، وهو الآن الذي يعني يبرم الاتفاقيات مع الحرس الثوري الإيراني ويستجلب المسيرات والصواريخ الموجهة لزيادة معاناة الشعب السوداني. التدخلات الدولية الآن في شأن السوداني يا أستاذ الكريم وبالذات إيران هي التي الآن يعني تزيد من يعني صفيح هذه الحرب وتصب الزيت على النار لمزيد من المعاناة، يعني لمزيد من الظروف الإنسانية التي يعيش فيها الشعب السوداني الآن. نحن نريد الطرف الآخر أن تكون له إرادة حقيقية وأن يكون صادق، يعني البرهان يكون صادق ويكون له قرار، لكن ما اتضح لنا طيلة الفترة يعني الماضية البرهان لا يمتلك قراره، نعم، ويعني يلتزم ولكن لا يتم التنفيذ. نعم. لذلك نحن الآن نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بفرض حظر للطيران الذي الآن يقصف يعني تجمعات المواطنين ويعني يقصفهم بالبرامير الحارقة، وهو السبب الرئيسي يعني لزيادة معاناة الشعب السوداني. نعم. والسبب الرئيسي يعني نعم أستاذ الباشا، يعني قد يقول لك قائل ببساطة أنت في حالة حرب وحرب ضد جيش والجيش يملك طائرات، كيف يمكن أن تطالب بأن يعني يحظر من الطيران في فعل طالما أنها حرب؟ يعني من دبي مستشار قائد قوات الدعم السريع الأستاذ الباشا محمد طبيب، أعذرني انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا للكاتب الصحفي السوداني الأستاذ طاهر سعد، شكرا لكما. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرطية بريطانية وهي تقوم بسحل لاجئ مشرد من أصول سودانية ومن ثم تدوس على بطنه في مدينة مانشستر شمالي البلاد. وفي أول تعليق لها قالت الشرطة البريطانية إن الحادثة وقعت شهر سبتمبر الماضي، مؤكدة أن تصرف الشرطية غير مقبول ويجب عدم تكراره. Remind me of your name.
وفي استوديو الحدث أيضا بعد فاصل قصير. ارتفاع في أعداد الإصابات بمرض الحصبة في عدد من محافظات العراق. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. أهلا بكم من جديد. اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي، ذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل. وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 من يوليو لعام 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، مشيرا إلى عدم تعارضه مع الدستور. وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق الأحكام الجزائية في هذا الإطار. وأضاف سعيد أن تونس دولة ذات سيادة، وأن الشعب هو المخول وحده للاختيار الحر. نناقش ذلك مع ضيفي من العاصمة التونسية الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ مراد علالة. مرحبا بك أستاذ مراد. دعنا نفهم للمشاهد من غير التونسيين، ماذا تطالب المعارضة أصلا أو القوى السياسية بتعديل، أي المواد يعني؟ بداية شكرا على الاستضافة. مرحبا. يعني يمكن القول أننا في تونس دخلنا مرحلة العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في الخريف القادم وفق ما يقتضيه دستور 2022 وحتى دستور 2014، وهنا تقاطع بين الخصوم وبين الرئيس نفسه والرئيس بصدد مواصلة التمرير الناعم لمشروعه السياسي. ما طالبت به المعارضة في الفترة الماضية ليس فقط بعض التعديلات القانونية، لكن أيضا تنقية المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. سأتي إلى موضوع المناخ، ولكن في القانون الانتخابي ما الذي لا يعجب المعارضة؟ هل مسألة القانون، مسألة الحقوق المدنية والسياسية، وكيف يمكن نفهمها يعني؟
يعني هناك نقطتين أو ثلاث مثيرة للجدل. ثمة السن للترشح للانتخابات الرئاسية. الدستور القديم والقانون الانتخابي يتحدث على 35 سنة. الدستور الجديد يتحدث عن 40 سنة. أيضا مسألة الجنسية، يعني في السابق يعني يسمح لمن له جنسيتان أن يتعهد بالتنازل عن الجنسية الثانية غير التونسية بمجرد فوزه في الانتخابات. الدستور الجديد قاطع في هذه المسألة، لا يترشح إلا من له جنسية واحدة. إلى جانب أيضا ليس هذا فقط، له جنسية أبا عن جد وأبا الأم أيضا وجدته أيضا ينبغي أن تكون تونسية. بالضبط. يعني هل هذه صعوبة في المشهد التونسي وفق المقاربات السابقة؟ هل عادة يترشح أشخاص يحملون جنسيات في العملية السياسية؟ أجل، يعني هناك بعض الأسماء التي كانت وازنة، يعني نذكر جيدا يعني رئيس الحكومة السابق مثلا قيل أنه يملك جنسية ثانية، الجنسية الفرنسية، وتعهد بالتخلي عنها في صورة الترشح. كثير من من ترشحوا في السابق سواء في 2019 أو في 2014 يحملون الجنسيتان. هذه المرة الرئيس قيس سعيد بدستوره الجديد هو ضرب عصفورين بحجر واحد. أولا أزاح بعض الأسماء المرشحة والتي قد تكون وازنة في المشهد، وثانيا قدم رسالة للشعب التونسي بأنه متمسك بالهوية التونسية والقومية التونسية، وأنه من يريد أن يحكم تونس يجب أن يكون ذي أصول. ولكن الدستور هذا صوت عليه الشعب التونسي أليس كذلك؟ لا يخص قيس سعيد، وبالتالي الشعب يريد ذلك. بالفعل أصبح دستورا بقطع نظرا عن النسبة المئوية في المشاركة، هو دستور دخل حيز النفاذ وهو معمول به. ليس ذلك فقط، يعني الأحكام الموجودة الآن في الدستور بحكم علويتها تتجاوز حتى بعض التفاصيل الموجودة في القانون الانتخابي، لأن القانون الانتخابي بقيت فيه نقطة مثلا 35 سنة بالنسبة للترشح الرئاسية، وفي غياب محكمة دستورية وفي غياب من يؤول الدستور، رئيس الجمهورية وضح يوم أمس قاعدة قانونية واضحة، الدستور بحكم علويته كل النقاط الموجودة فيه تحسم ما ورد في القانون الانتخابي 2014 والذي تم تنقيحه عدد المرات بما فيه في 2022 بمناسبة الاستفتاء على الدستور، وبالتالي تقريبا الطريق تكاد تكون مفتوحة أمام الرئيس لولاية ثانية، وحتى يعني المترشحون الآخرون سيكونون ربما في قائمة مضيقة على مقاس المشروع السياسي الذي رسمه الرئيس وبدأ في تنفيذه منذ سنة 21. كيف ذلك يعني؟ وإلى أي متى ستكون المحكمة الدستورية غائبة وهنالك انتخابات تستدعي وجود هذه المحكمة للطعن وغيره؟ يعني المحكمة الدستورية فرطت فيها المجموعات أو المكونات السياسية في تونس في 2014 و2019، كان بالإمكان إرسائها رغم أنك كانت الصعوبات كانت كثيرة وتعقيدات قانونية، وحتى اليوم يعني الدستور الجديد لسنة 2022 يسر كثيرا إرساء هذه المحكمة، ومع ذلك يتساءل الكثيرون لماذا يتأخر رئيس الجمهورية في إرساء هذه المحكمة. اليوم بحكم الوظائف يمكن بسهولة إرساء هذه المحكمة، لكن الرئيس كما قلنا هو بصدد تمرير الناعم لمشروع السياسي، ويرى ربما أن اللحظة ليست مناسبة بعد إرساء هذه المحكمة. يعني حتى هيئة الانتخابات، يعني الدستور يتحدث عن هيئة تتكون من 9 أشخاص، هذه الهيئة تركيبتها استثنائية، تم تعديلها بمناسبة الاستفتاء على الدستور في سنة 22، ولا زالت هي المكلفة بإجراء كل العمليات الانتخابية، وبالتالي تقريبا بالمناسبة الرئيس حتى الآن لم يطرح نفسه كمرشح، يعني كيف نبني أنه يريد الاحتفاظ الناعم كما وصفت أنت يعني بهذه القوانين وغياب المحكمة الدستورية؟ يعني أولا هناك أنصاره يتحدثون عن أنه سيكون هو المرشح، هناك حتى يوم أمس تمت حزب من الأحزاب المحسوبة عليه تتحدث عن كونها مستعدة لبداية الدعاية لبرنامجه ولمشروعه السياسي. ثانيا هو كان واضحا عندما زار قبل سنة الضريح الزعيم الراحل حبيب بورقيبة وقال أنه ذاهب للانتخابات الرئاسية لكنه لن يسلم البلاد إلى شخص وطني، وبالتالي عندما الآن هو يحدد تقريبا قواعد اللعبة أو يحافظ على قواعد اللعبة القديمة بعض الجديد فيها، يفهم من ذلك أنه معني بشكل جيد بهذا الاستحقاق الرئاسي باعتبار أنه مؤتمن ولا يريد أن يفرط في تونس لمن يعتبرهم يعني من غير الصادقين أو من الفاسدين أو غيرهم، يعني هو يعتبر نفسه مؤتمن على ما قدمه له الشعب وهو مصر على ذلك. من العاصمة التونسية الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ مراد علالة، شكرا على حضورك وعلى كل هذه الإفادات. في العراق سجلت محافظات ومدن ارتفاعا محسوسا في أعداد الإصابات بمرض الحصبة، لكن وزارة الصحة العراقية طالبت المواطنين بعدم القلق من انتشار المرض، مؤكدة
أن غالبية المصابين يتماثلون للشفاء التام خلال أيام، ونادرا ما يتم رصد مضاعفات خطيرة جراء المرض. وقلل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية من أهمية الأمر. كل بضع سنوات ربما تكون هناك موجة وبائية تزداد فيها الإصابات، وهذا اللي نعيشه حاليا في العراق الحقيقة منذ العام الماضي، زيادة واضحة بأعداد الإصابات واستمرت لحد هذا العام، لحد اليوم هي زيادة واضحة في أعداد الإصابات. في جميع المحافظات سجلنا إصابات ومتوزعة حسب الكثافة السكانية. عند الأطفال اللي يكون عندهم انخفاض في المناعة قد يصير عندنا نعم تحمل في طياتها علميا بعض الخطورة. احنا ما نخاف من الحصبة، لكن نخاف من ايش؟ نخاف من الالتهابات البكتيرية الثانوية اللي تصير. مثل ايش؟ قد يكون متزامن ويا الحصبة ارتفاع حاد بدرجات الحرارة تؤدي الى شنو؟ الى انخفاض المناعة، لان مرض فيروسي. تساعد القراءة سكان العاصمة الأوكرانية كييف على الاسترخاء والخروج من الضغط النفسي في ظل توتر الحرب. حذيفة عادل معه التفاصيل. هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي أشهر شوارعها شارع الخرشاتك الذي خطط الرئيس الروسي بوتين قبل عامين لاستعراض قواته فيه في عيد النصر بعد استلام العاصمة من قبل قواته كما يقول الأوكرانيون. تم افتتاح أكبر متجر للكتب على مستوى البلاد. نحن أكثر من مجرد مشروع تجاري، نحن مركز ثقافي وهو في مركز العاصمة. أوكرانيا الآن تقاتل في ساحة المعركة ويموت خيرة الشباب ويغتصب الروس أراضينا، إلا أننا يجب أن نستمر في نشر الثقافة. سينس ليس مجرد متجر لبيع الكتب، وإنما مساحة أدبية تحتوي القراء والكتاب والمناسبات الأدبية. صمم المتجر ليكون مقهى ومتجرا في آن واحد، حيث يستطيع القراء احتساء القهوة والقراءة ولقاء الأصدقاء أو عقد جلسة نقاش حول كتاب معين. عند الدخول إلى المتجر أو سمه إن شئت مقهى أدبيا، تلاحظ اهتمام الناس وسعيهم للحصول على الحياة في بلاد أسهل ما يكون فيها الموت في ظل استمرار الحرب الشرسة والقصف الصاروخي. أما هنا فرواد سينس يسعون لتحصيل المعرفة والثقافة من آلاف الكتب المعروضة في الطابق الأرضي والسفلي، حيث تشير اللافتات إلى أقسام الروايات والتاريخ والخيال والأدب الأوكراني والأجنبي. هذا هو العنوان الأكثر مبيعاً في المتجر، رواية أراك مهتماً بالظلام، هو لغز بوليسي كتبه الروائي الأوكراني إيريلون بافليوك الذي تحول إلى ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية ويقاتل الآن في صفوفها ضد الروس. في عطلات نهاية الأسبوع يكون سينس مكتظاً، فالناس رغماً عن الحرب يحاولون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية، وتساعدهم الكتب على الاسترخاء ويهربون إليها من واقع الحرب. ويبقى السؤال الأخير، كيف ستنتهي قصة أوكرانيا التي تكتب صفحاتها الآن؟ حذيفة عادل، الحدث، كييف. من مكتبات كييف اكتملت موضوعات استوديو الحدث. إلى اللقاء.